وامبارح مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كان عنده اجتماع امبارح علشان يناقشوا ملفات مهمه جدا في مختلف القطاعات وكمان خاصه بيه كل الفروع الخاصه بالنادي. تحديدا انا هتكلم عن الشيخ زايد، او خلينا يعني لما يجي التقرير هتشوفوا حضراتكم ان فرع الشيخ زايد زي ما بيتقال كده كان ليه نصيب الاسد من هذه القرارات، واعتقد هي قرارات هتسعد يعني جميع الجمهور وجميع الاعضاء في النادي. القرارات شملت القطاع الرياضي وايضا الموافقه على تشكيل الاجهزه الفنيه فرق النشاط الرياضي، والحقيقه حاجه جميله جدا جدا ان مجلس اداره النادي الاهلي كما هي عادته الحقيقه دايما بيناقش ويحسم العديد من الملفات وكلها ماشيه مع بعض بالتوازي، يعني انشاءات، رياضه، شركات، شراكات، عمل دؤوب الحقيقه ومستمر. وهنتابع مع حضراتكم دلوقتي من خلال هذا التقرير ونسمع كده ونتعرف بالتفاصيل على تقارير عن قرارات المجلس، ونرجع بعديها مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. هذه تحيه لكم جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، دقائق سريعه نلقي فيها الضوء على أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم الحقيقة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. هذا اجتماع من الاجتماعات المطولة جدا الحقيقة اللي تمت على مدار السنوات ونصف الماضية، الثلاث سنوات ونصف الماضية، نظرا للعديد من الموضوعات اللي تم مناقشتها فيما يتعلق بالرؤى المستقبلية والمشروعات الطموحة اللي بينفذها المجلس الحقيقة، بالإضافة إلى تشكيل الأجهزة الفنية للنادي. خلينا نقول لحضراتكم أنه يعني ربما لا نستطيع حصر كل الأجهزة، لكن هناخد الألعاب الجماعية سريعا. تمت الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية بالنسبة للكرة الطائرة، استمرار الكابتن محمد مصلحي مدير فني للكرة الطائرة للرجال، وايضا الكابتن حمدي الصافي مدير فني للكره الطايره سيدات، الكابتن وجيه حمدي مدير لقطاع الناشئين والناشئات يعني رجال وسيدات. فيما يتعلق بكره اليد تم تعيين الكابتن ياسر الرملي مدير لجهاز كره اليد، ويبقى الكابتن طارق محروس مدير فني للرجال، والكابتن يحيى يوسف مدير فني للسيدات، والكابتن عاصم حماد مدير لقطاع الناشئين والناشئات ايضا. فيما يتعلق بقطاع السلة، كابتن سيد صابر سيكون مدير لقطاع الناشئين والناشئات، والكابتن علي هاشم مدير فني للفريق الأول لكرة السلة سيدات. جهاز ألعاب الماء، استمرار الكابتن وائل عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء، ألعاب القوة الكابتن ياسر داود رئيسا لجهاز ألعاب القوة، ده بالإضافة للدكتور مراد عاصم، وتجديد الثقة واستمراره كرئيس لجهاز الكاراتيه، والكابتن شيرين عادل مدير فني للسكواش، والكابتن أشرف عبد الفتاح مدير فني تنس الطاولة ومسؤول عن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، الكابتن العجمي سعيد. يعني إن شاء الله نوالي حضراتكم بباقي التشكيلات، وهذه هي الأجهزة تقريبا الجماعية المتعلقة بما يسمى ألعاب الصلاة طايرة وسلة ويد، وكمان تطرقنا لجهاز ألعاب القوة والماء والإسكواش. كان في الحقيقة مجموعة أخرى من الموضوعات في إطار حرص المجلس على التطوير والمضي قدما وسريعا بحجم الإنشاءات اللي بتتم سواء في مقر النادي في الجزيرة أو في فرعيه في مدينة نصر والشيخ زايد، وكمان الفرع الجديد اللي اوشك على الافتتاح ان شاء الله في غضون شهور قليله التجمع الخامس. النهارده فرع الشيخ زايد بيستحوذ على يعني الحقيقه نقول ايه نصيب الاسد، زي ما مدينه نصر في وقت من الاوقات استحوذت ايضا على نصيب الاسد والجزيره. النهارده تقرر انشاء صاله للالعاب الرياضيه او جيمينيزيوم بالشيخ زايد، وكمان تكليف المستشار الهندسي مهندس سامح علي كامل بدراسه انشاء صاله اخرى أو جيم آخر في المقر الرئيسي في الجزيرة وفي أيضا في مدينة نصر طبعا للأعضاء. حضراتكم عارفين أنه في صالة جمباز بيتم تشييدها الآن في الشيخ زايد، المجلس وافق على طول على شراء الأرضيات الحديثة المطابقة للمواصفات العالمية، وتحديث منطقة جلوس الأعضاء بالشيخ زايد وتزويدها بكل ما تحتاج إليه من أثاث. حضراتكم كمان عارفين أنه تم تعيين مدير أمن جديد في هذه الجلسة لفرع الشيخ زايد، هو السيد اللواء عمر ممدوح، وكمان مدير لمجمع حمامات السباحة الأستاذ الدكتور أحمد سمير، ومدير للخدمات السيد هاني السيد أيسة. أخيرا يعني وليس آخرا، الشركة المنفذة لعملية هدم استاد مختار التتش المدرج القديم بدأت في مباشرة الأعمال،
وبمجرد الانتهاء هناك خطة طموحة، هناك رؤية ودراسة الحقيقة هندسية وبيئية على أعلى مستوى لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة بالنسبة لرواد معقل الجزيرة في النادي الأهلي. يعني نحن مقدمون أيضا على مباراة هامة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم السبت المقبل في دور نصف النهائي أمام الترجي التونسي مباراة الإياب. كل التوفيق إن شاء الله للفريق الأول بتحقيق نتيجة طيبة يستطيع من خلالها العبور إلى المباراة النهائية بإذن الله. شكر جزيل وموصول لحضراتكم وإلى اللقاء.